عندما يتكلم الفن ينطق بلغة واحدة عابرة لأبجديات العالم الاثنين والأربعين، تماما كما عبر الفينيقيون الأوائل بسفنهم وأبجدياتهم البحارة حاملين معهم أسس هذه الأبجديات. من هذا المنطلق نظمت مؤسسة فابريانو العالمية مسابقتها لهذا العام تحت عنوان حوار الأبجدية، شارك فيها 50,000 طالب من 500 مدرسة في لبنان، ورسموا رؤيتهم ومفهومهم الخاص لحوار الأبجدية وأبدعوا. تخيلت التاريخ كنا ناخده عن الفينيقيين والأبجدية وكيف بلشت الأبجدية. أول شيء كانوا الفينيقيين كتير يستخدموا السفن، نقلوا فيها الأبجدية عبر العالم كله. رسمي بنت معلية إيديا أنه بدأت تتعلم، أنه كأنه عم تعبط الرسمات وهنا عم يقعوا عليها عم تعبط الأحرف، وأنه كنت كانت أنه جامعة كتير ألفابي من كذا لغة وحطتهم هون. في رسمي جوه بحط أنه الديالوج is my only key to see، هو أعمى دونك ما بيشوف بس بيحكي، دونك إذا حكي مع شخص ديجا عمل جسر حوار بين شخص وأشخاص أو شخص وشخص تاني. دونك نسبة لنا كان أحلى موضوع من 55 سنة اللي بلشت هالمسابقة، طرحها الوالد ريمون حاس من 55 سنة سنة 64. بلشنا مع 3000 مشترك، هديك سنة كنا فوق 100,000 مشترك، وفي 5000 تلميذ بينالوا جائزة كل سنة. ومع انطلاق المشروع على أيدي طلاب المدارس يتطلع المنظمون نحو رفع مستوى المشاركة نحو العالمية، وعبر إشراك فنانين عرب وأجانب في خلق أعمال فنية متعددة فردية أو حتى بالشراكة بين بعضهم البعض، بهدف تنشيط الحوار بين الأفراد والمجموعات المتنوعة انطلاقا من مفهوم الأبجديات. سنة الجاي اللي عم فكرين نعمله لح ندعي كل هالحضارات، اليوم في أبجدية بحدود فوق 40 أبجدية موجودة بالعالم، عم نحكي مع السفرات ومع هالدول، بركي بيبعتولنا واحد من هالفنانين اللي عندهم، نحات رسام يلي هو يلي رح نأمن لهم محل يقعدوا كلياتهم وهن ينقوا مين بيحبوا يشتغلوا شيء عمل فني مع بعض. معرض حوار الأبجدية في عامه الثاني فاز فيه 5,000 طالب، واختيرت 75 لوحة لعرضها في مركز فابريانو بحسب معايير لجنة فنية تختار اللوحات الفائزة، كما توزع سنوياً جوائز مالية للطلاب الرابحين عبارة عن منح مدرسية. ليلى خليل، الغد، بيروت.